من جديد اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، يجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان استاذ علم الاجتماع السياسي. دكتور، سالتك قبل الفاصل، هل اجراءات الامم المتحده الحاليه وتغاضي وغض طرفها عن خروقات الحوثيين والانقلابيين بشكل عام للهدنه ينبئ بالسير او العمل على السير الى اجراءات حقيقيه وسلام دائم ومستدام في اليمن؟ اعتقد ان لا يمكن للامم المتحده او نتوقع منها أن تتخذ إجراءات حازمة تجاه الانقلابيين وضبط وقف إطلاق النار، لأن كما تعلم هنالك يعني إذا كان للأمم المتحدة من موقف واضح فهي تستطيع توصيف الحوثيين كجماعة إرهابية، تستطيع أن تصف ما حدث بانقلاب وليس بأزمة سياسية، بالتالي هناك توصيف خاطئ لفعل واضح وفعل ليس فعل يمني. نقول أن هذه حادثة أو فعل منفرد فقط في الشعب اليمني، هذا فعل واضح انقلاب على دولة في مسار الانتقال الديمقراطي لرئيس منتخب، تم توصيفها بأزمة سياسية وهذا برسالة ولد الشيخ، وأن حلها سياسي، تم وصف الانقلابيين طرفنا أطراف النزاع، بالتالي هذه الخطوات لن نجد لها إجراء حاسم، لأنه يتناقض حتى هذا الإجراء مع القرار 2016 الذي وصف بالكيانات. وأنا أذكر الشعب اليمني، لماذا عندما كان قبل الانقلاب كانوا أصدروا قرارات من مجلس الأمن لمعيقية التسوية، صدرت قرارات وتهديد وعقوبات ومراقبة، وعندما حدث الانقلاب وارتكبت كل هذه الانتهاكات لم نجد قرارات لمن ارتكبوا الانقلاب، لأنهم لا يريدون وصف انقلاب على هؤلاء الجماعة، لأن الأمم المتحدة تسيرها الدول الغربية الكبيرة التي تريد أن يكون الحوثيين جزء من الحق، أن يكون الحوثيون يتم استنباتهم بالحق اليمني، بحيث تصبح اليمن هناك هوية جنوبية، هوية شمال الشمال، هوية شمال الشمال ثنائية، ومن هنا هذه الثنائية يعني ثنائية مذهبية، وهنا ثنائية وطنية، يعني هناك يعني سيحاول تغذية هذا، بالتالي هذه الهوية من الذي سيحافظ على الاستقرار بتاعها؟ الرعاية الدولية. طيب هنا يصبح المجتمع اليمني غير قادر على بناء هويته، ولهذا لن نتوقع من المجتمع الغربي كثير، لأنه هذا المخطط كيف لا يكتمل؟ سيصبح الجنوبيين يدافعون عن الجنوب حتى الاستماتة، ليش؟ عندهم 20 وزير، عندهم كذا منافع، عندهم كذا منح، يصبح أصحاب المناطق الحوثيين يصادرون القرار السياسي، لهم 50 وزير. إذن لا نستطيع أن نكتمل ولا نختار حسب الكفاءة، نختار كم لك في المؤتمر، كم لك في الاشتراكي، كم لك يا حوثي، وبالتالي الدولة لا تكتمل، لا نستطيع أن نخلق تحديث سياسي، لا نستطيع أن نخلق دولة المواطنة، نحن نعيد إنتاج القوى، وبالتالي مصيبة اليمن منذ 26 سبتمبر إعادة تمثيل القوى الشكلي، وبالتالي لبنان الآن تعيد إنتاج الجماعات، إعادة إنتاج خلقت أمراء، الأمراء هؤلاء مش حتى الزواج المدني، زواج من بين طائفة وطائفة ممنوع، ليش؟ لأنه يريد يحافظ على وزنه. نحن في اليمن كنا على أبواب التوحد ومزاجنا الشعبي واحد، ونحن يعني شعب واحد، الآن يريدوننا بعد كل هذه السنوات وبعد 25 سنة من الوحدة وبعد هذا التاريخ أن نعود إلى ما قبل حتى الذاكرة الوطنية اليمنية، بالتالي لا أتوقع أن من الكويت سيضغطون علينا كل الضغط، وأقولها طيب، من الكسبان بهذه الحالة؟ من الكسبان ومن الخسران في حال حدث ما تقوله أنت الآن؟ الكسبان هم المجتمع الغربي الذي يريد أن داخليا الخسران الأكبر خاسر الشعب اليمني الذي ربما يحقق بعض الاستقرار لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات وربما أقل، وينفجر الحق السياسي اليمني بما هو أكثر من هذا شراسة، لأن الحوثيين يعني إيران هي التي أعطت الـ 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 الإشارة إلى الحوثيين بقبول، ليس من أجل السلام وليس بهدف السلام ولا لأنهم كفروا عن ذنبهم، لأن الذهاب إلى آخر المعركة يعني انتهاء الحوثيين كجماعة عسكرية وميليشيوية في الجغرافيا. التوقف الآن يعني أنت معك ميليشيات تابعتك، أنت لديك 60,000 جندي في الدولة، لديك قد وزعت جماعتك في مفاصل الدولة وفي الاستخبارات، لديك سلاح مخزن تحت الأرض، بعدين حننتقل إلى مرحلة التسوية التي سيكون فيها السلطة الشرعية ضعيفة وحيكون الوضع كما بغداد، لا تستطيع الدولة أن تطالب بتسليم السلاح، لن تسلم كامل السلاح، سيكون القرار في صعدة، صناعة القرار كما هو في حزب الله وهذا المخطط، وسيعطي وعود، سيحاول
يقسم الحقل السياسي بإعطاء وعود وهمية إلى بعض الجماعات الحراكية بأنهم سيمنحهم الاستقلال يعني فك الارتباط. هؤلاء هذا المشروع لأن إيران لا يهمها الشعب اليمني، لا يهمها التكلفة، لا يهمها تهمها أن يبقى الحوثيون وبناء ميدي وهذه الدويلة تسيطر القرار في العاصمة وتكون تمد الشيعي على المنطقة الشرقية بما يخلق أيضا حزب الله في العربية السعودية يعني الجماعة هناك هذا المخطط، وبالتالي هنا حزب الله سيبدأ يقوم بالأعمال التي هي موجودة في اليمن، وسيكتشف العربية السعودية أنهم منحوا الثقة لأشخاص ينكثون العهود ولا يلتزمون بها. بالتالي إذا كانت الضغوط الدولية على السلطة الشرعية أن تلعب صح كما اتخذ الرئيس قرار بتعيين علي محسن، وأنا لا دافع عن علي محسن كشخص ولم أقابل علي محسن، لكن كنت مع اللواء علي محسن لأن المخلوع صالح بقى في السلطة وحافظ على القطاعات حوله، بينما الجيش الذي كان مع الثورة الشبابية خرج الشخص الذي كان محل تجمع، الآن عاد هذا الشخص لربط القطاعات به لإعادة شبكة العلاقات لإعطاء تماسك للسلطة الشرعية. نحن أمام أيضا أنا أطالب هنا في هذا المكان حتى ونحن نتحدث عن الكويت أطالب بتشكيل لجنة للتحقيق مع بحاح وللتحقيق مع اليافعي الذي لمعرفة لماذا لم يتم استعادة تعز قبل المفاوضات، ما هي الخطة التي رسمت المعروف دوليا والمعروف في كل تجارب العالم أنه قبيل التفاوض يجب أن يكون معك مساحة جغرافية شاسعة، لماذا تم التآمر بالذهاب للكويت قبل استعادة تعز وقبل الحصار على تعز؟ ما هو المشروع الذي كان يعمله اليافعي وبحاح قبل الكويت؟ هل هم هذا المشروع؟ يقول بوضوح كذا أن هناك كان مخطط لقضع الدولة ضعيفة حتى يتم إعادة تشكيل الحقل السياسي اليمني وكل الجماعات غير قادرة على صناعة الفراغ. الآن ذهبنا بلحظة حرجة من التماسك. طيب وفق هذه المعطيات إذا ذهبنا إلى الكويت، من المتوقع ما المتوقع من محادثات الكويت وفق هذه المعطيات وفق هذا الوضع الذي تتحدث عنه؟ أنا أعتقد أن الحوثيون يريدون يعني هناك حتى الآن هناك تناقض أو هناك مصالح متغايرة بين المخلوع صالح والحوثيين. الحوثيين يريدون الاعتراف بهم كجماعة للبقاء على شاكة حزب الله، المخلوع صالح يعني سيحاول أن يقوم بخلط الأوراق لتفجير الحقل الآن، وهذا الموقف في الكويت عشان يكون قوي لابد من عملية عسكرية وإعادة المكان في الجغرافيا، وتعز يحاول الحصار عليها من جديد، وبالتالي سيحاول العودة، وسنذهب الكويت في حوار حول إجراء بناء الثقة والمختطفين وخروقات، وسننسى الموضوع الانقلاب، وسيخرج المنتصر الوحيد. السلطة مضطرة تذهب للكويت وهناك ضغوط دولية، لكن نحن نبهنا لو تذكر من هذا المكان قلنا أن الحوثيين حققوا الآن الاعتراف بهم كطرف من أطراف النزاع، هذه كارثة، نحن لا نعترف بها ولا طرف من أطراف النزاع. قلنا لما يكون طرف من أطراف النزاع يكون الدولة الرئيس غير منتخب، وقع انقلاب بالتالي طرف، لكن هذا رئيس منتخب وشرعي وديمقراطي ومعترف به، هنا أصبح انقلابيون سلطة شرعية، على السلطة أن تخضع هؤلاء لسلطة الدولة. اثنين، نحن سنذهب الكويت يمكن يمارسوا ضغوط دولية أو هناك التفافات على الشعب اليمني، على الشعب اليمني يكون متيقظ، وأننا إذا ذهبنا إلى تسوية قيصرية أو قصرية أو قبرية فإننا فقط سنؤجل الاحتراب إلى ما هو أسوأ. نحن إذا أردنا كيف يمكن لك أن تحيل جماعة ميليشيوية سلالية لا تعترف بشريعة الجمهورية ولا تعترف بالدولة ولا بالرئيس، هي عندها شرعية الحاكم. إذن إجراءاتهم الحالية خروقات الهدنة هل يمكن إرجاعها إلى نية مبيتة مسبقاً لإفشال هذه المحادثة؟ نعم، ما هي الدلائل على الأرض تثبت ذلك؟ إنه من قبل حتى هم سيسعون، ليس نقول لإفشال، هم سيسعون إلى تثبيت مواقعهم في الأماكن الاستراتيجية اللي خسروها حتى يعززوا موقفهم التفاوضي، ولا أنهم يعلمون أنهم محل دلال وتدلال ومحل طلب ود من المجتمع الغربي ولكسب الحوثيين ولاستنباتهم في اليمن لهذا الرهان هم يقومون، لأنهم لم يجدوا ردعا كافيا دوليا بتطبيق القرار السابق قبل عام بتحويل عبد الملك الحوثي أو مطالب المحاكم الدولية والمخلوع صالح، بالتالي وينظرون إلى الأسد وماذا يحدث في سوريا من كوارث، وبالتالي هم يقول ماذا سيحدث أكثر ما حدث. نحن نقول على السلطة الشرعية أن تعمل تذهب إلى الكويت بهدف حتى لا تتهم بأنها أفشلت، لكن تذهب وملفها التالي يتجاوز 2016 التعيينات التي تمت بعد 21 سبتمبر، ينبغي أن نفعل قرار رئيس الجمهورية، الخروقات، ملف حقوق الإنسان ليس للسلطة، ما يسمى عدالة انتقالية، هذا الملف الجرائم لا تنتهي بالتقادم
وتسلم هذا الملف للجنة لمتابعة عبد الملك العوثي والمخلوع وابو الحاكم والشامي. هذه ملف مختلف عن التسوية. يعني التسوية ليس بالتسوية اليمنية، نذبح ثور ودخلنا البيت، هذا انقلاب، هذه كوارث. هناك فرق بين التسوية إيجاد حل ونقول فلنقبل تحت الضغط وتحت الكوارث وتحت الشعب اليمني يعيش ظروف صعبة قبلنا، لكن هذا القبول لا يعني أن ملف حقوق الإنسان وأننا لن نتابع المخلوع وعائلته، لن نتابع عبد الملك الحوثي والحوثي شخصيا وأعضاء اللجنة الثورية وكل هؤلاء، ينبغي أن نشكل لجان لمتابعتهم. لكن كما نحن تحت ضغط أيضا هم تحت ضغط، يعني هاي المرة كثير من المراقبين توقعوا نجاح للمفاوضات بسبب وجود وفد حوثي داخل السعودية، وأنه جاءت إعلان المفاوضات ضوء ترتيبات ومحادثات مسبقة، المعطيات تغيرت نوعا ما. لا، كان هناك مشروع واضح حتى بموافقة أمريكية أنه السلطة ستنتقل للرئيس الفعلي بحاح وأن ستشكل الحكم، أكيد هذا صالحهم طالما أنه ينتقل يعني الرئيس غير شرعي. من أنت حتى منه، ما هو الكيان وما هي صلاحيتك أنت المخلوع صالح أو الحوثيين ليقرر إذا كان عبد الرب شرعي أو غير شرعي؟ أنت طرف انقلابي لا تقرر ما هو شرعي، أنت طرف انقلابي لا تقرر كيف تتفاوض، أنت طرف انقلابي لا تقرر من سلم السلاح. على السلطة أن تبسط سيادتها وتستعيد السلاح بالقوة كسلطة شرعية. بالتالي عندما يجي طرف انقلابي مدلل ويفرض هل إن الرئيس يستمر عبد الرب منصور هادي أو لا يستمر، هذا كأنه يصادر إرادة الشعب اليمني. يقول مرحلة التوافق ليس رئيسا توافقيا، الرئيس عبد الرب منصور كان رئيسا توافقيا حتى 20 مارس قبل الانقلاب التوافقي. بعد الانقلاب أحد أطراف التوافق يعني الحوثيين ليس جزء من المبادرة، والمخلوع صالح انقلب على المبادرة. بالتالي انتقلنا إلى وضعية ما يسمى الصالح العام، على الرئيس أن يخرج البلد إلى مسار آمن، وهذا يتطلب تجاوز التوافق. التوافق كان سابق، يمكن نعود للتوافق بعد تقوية السلطة الشرعية، بعد تماسك السلطة الشرعية يمكن للرئيس أن يعود توافقيا. لكن هذه المرحلة، هذا الذي يتحدث عن التوافق على المبادرة كان التزم بها، كان لا ينقلب على المبادرة الخليجية، لا يتحدث عن توافق وهو منقلب. لذلك أنا لست متفائل كثير من الذهاب للكويت. متى تكون متفائل دكتور؟ ما هي الوقائع والأحداث والدلائل على الأرض التي تجعل الذهاب إلى الهدنة ذهابا منطقيا وذو فائدة للشعب اليمني والإحلال عملية السلام هل الحقيقية؟ هل في واحد شعب من الشعب اليمني يثق بالحوثيين والمخلوع صالح؟ يعني نقول دعنا من أنصارهم، لا أحد يثق بهؤلاء، يعني لا يثق بهم. بالتالي عندما يكون المجتمع الدولي قد وصف المخلوع صالح بالانقلابي، عندما يكون توصيف الحزب يعني جماعة الحوثي بالجماعة الإرهابية المنقلبة على السلطة، نحن في سلام. عندما تعرف الأمم المتحدة ما توصلش التوصيفات هذه أيضا، دائما لغتها عائمة. يعني جمال بن عمر كان أهون عندما كان يتحدث عن أنه سيقبل التسوية الخليجية مع تحفظه على يعني الحصانة. بالتالي نحن قبلنا الحصانة مقابل خفض التكلفة، نحن قبلنا الحصانة وغضينا الطرف عن المطالبة بالمحاكمة، قلنا حتى نخفف التكلفة من الدم والموارد التي تحدث الآن. إذا كنا منحنا الحصانة المخلوع صالح وقبلنا الحوثيين ككيان سياسي في الحوار الوطني وهم يستوردوا السلاح، هذا رفع التكلفة. نحن الآن إذا قبلنا التسوية دون محاكمات، وإذا قبلنا وصف الحوثيين المخلوع كطرف من أطراف النزاع، فإننا سندفع الثمن أكثر مما دفع من 21 سبتمبر. ليس لأننا متشائم، هناك تجارب في العالم تتحدث عن هذا. الضغط الدولي، الحديث أنه آخر فرصة للشيخ، آخر فرصة هذا لهم. نحن هذا بلد، هذا 25 مليون، هذه دولة، ينبغي أن لا نتحدث عن آخر فرصة ولا نتحدث أنه آخر فرصة السلام. نحن نحقق السلام باللحظة وبالواقع الذي يحقق لنا الصالح العام. كان في الكويت، ما بعد الكويت لا علاقة لنا بالكويت، بواحد كويت اثنين. نحن لن نذهب إلى هذه الفرصة الأخيرة، لست معنيين إذا كانت لا تحقق. هل تكون فعلا دكتور، يعني هل تكون منطقيا وواقعيا، هل تكون كما أعلنها ولد الشيخ فرصة أخيرة، وهل تعتقد نجاحها في آخر نصف دقيقة في البرنامج؟ لا أعتقد أن آخر فرصة، لأن واضح البوادر واضحة من خلال الخروقات، لن يسلموا السلاح، كل العمليات في الداخل تعز تضرب، الجامعة حتى اليوم الآن في هناك شكوى في الجامعة في كل مكان، المختطفين ما زالوا لا نعرف عنهم أي شيء، موارد الدولة تنهب، الذهاب للكويت يحقق لهم امتصاص دولي. بالتالي على السلطة الشرعية أن تقوي هيكلها، وأن نتحمل نحن مسؤوليتنا.
أما قبول تسوية وآخر فرصة نحن لسنا في يد ولد الشيخ. ولد الشيخ هو له يريد أن يدخل بسيرته الذاتية أنه حقق السلام. نحن لسنا بحاجة إلى سلام لمدة شهرين، ولا هو الذي يحدد لنا إذا كانت فرصة أخيرة أو لا. الذي يحدد لنا فرصة أخيرة أو لا هو تحقيق الصالح العام وإثبات العدالة واستعادة الدولة. أما الحديث عن فرصة أخيرة فهذا يصرح كما يشاء. نعم، أستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت ضيفنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم غدا في حلقة جديدة من حديث المساء، إلى اللقاء.